انت لو لمست حد ما يخصكش ممكن يعملولك محضر تحرش او يضربوك جامد وخلاص. في تايلاند بقى انت لو لمست حد من افراد العائلة المالكة تتعدم فورا، وده مش تهديد، ده قانون وبينفذ بكل صرامة. لدرجة ان في مرة الملكة ساندا كوماريرينا كانت في قارب في النهر، وطيارات النهر كانت عالية جدا، والقارب اتقلب والملكة كانت بتغرق. الحراس كانوا في المركب اللي قدامها وشايفينها وهي بتغرق، ومحدش حرك صباع واحد عشان ينقذها رغم انها كانت حامل وبتغرق. ولكن القانون منحهم من لمس الملكة حتى وهي بتغرق، وماتت الملكة وكان عمرها 19 سنة. اهو ده بقى التطبيق العملي لعبارة حافظ مش فاهم. اه والله عندك حق. مفيش خلاف ان لو اي انسان سرق، قتل، عمل اي فعل مخالف للقانون لازم يتقدم للمحاكمة ويتجازى. انتوا واخدين بالكو اي انسان؟ ها؟ طب لو الكلب بتاعك سرق اكل من طبق كلب الجيران؟ احنا هنهزر ولا ايه؟ ده حيوان يعني بلا عقل، عادي يعني ما نقدرش نحاسبه. لا معلش، لازم يتحاكم برضه. في مدينة بازل في سويسرا الحيوانات لو غلطت ولا صدر منها اي فعل غلط بتتحاكم زي البشر بالظبط. ده كان في ديك لقوا جنبه بيضة اتهموه انه عقد تحالف مع الشيطان، وانه استخدم السحر الاسود والشعوذة وقدر انه يبيض، وعملوا محاكمة للديك وحرقوه هو والبيضة بتاعته. نعم ده اكيد رواية خيال علمي. لا يا سيدي، القصة حقيقية وحصلت سنة 1474.